السلام عليكم متتبعينا الكرام في هذا الدرس الجديد وهو الأول. سوف نتطرق فيه لأحرف الهجاء في اللغة الفرنسية، وهي كالتالي: A B C D E F J H I J K L M N O P K R S T U V W X Y Z. حسن، يعني بعد أن تطرقنا إلى الحروف، ويمكنك أن يعني تعاود الاستماع إليها لكي يعني تتمكن من نطقها نطقا جيدا. وسوف نتطرق في يعني الحلقات القادمة إن شاء الله إلى أن يعني نتعلم معا كيف ننطق الحرف نطقا صحيحا. حسنا، سوف الآن ننطلق إلى المصطلحات التي تكون في النطق في اللغة الفرنسية. على سبيل المثال: م مو مي، وكذلك يعني بالنسبة لسائر الأحرف ك با اب بو تا ات تو وما إلى ذلك. حسنا، تي في اي. سوف ننطلق الآن إلى الضمائر لي برونوم، وهي كالتالي. سوف يعني أقولها باللغة الفرنسية، ثم في المقابل سوف أنطقها باللغة العربية. لو برومي برومون، لو برونو، الضمير الأول هو موا، أنا، توا، أنت، توا، أنت، فو، أنتما، فو، أنتم، فو، أنتن، نو، نحن، لوي، هو، avec X، هما، avec X، هم، إل، هي، إل، avec S، هما للمؤنث، إل، avec S، هن. بعد أن تطرقنا إلى الضمائر لي برونو، سوف نتطرق الآن للأعداد الأصلية والترتيبية. Les adjectifs numéro cardinaux et ordinaux. Les nombres 1 واحد 2 اثنان 3 ثلاثة 4 أربعة 5 خمسة 6 ستة 7 سبعة 8 ثمانية 9 تسعة 10 عشرة 11 أحد عشر 12 اثنى عشر 13 ثلاثة عشر 14 أربعة عشر 15 خمسة عشر 16 ستة عشر 17 سبعة عشر 18 ثمانية عشر 19 تسعة عشر 20 عشرون 21 واحد وعشرون 22 اثنان وعشرون 23 ثلاثة وعشرون 30 ثلاثون 31
31 32 32 33 33 40 40 50 50 60 60 70 70. ما إلى ذلك، يعني سوف تتبعون الأعداد إلى أن تصلوا صن مئة ميل ألف، يعني وهناك الأجزاء، النصف، لا موتي، الثلث، لو تيير، الربع، لو كارت، الخمس، لو سيكيام، السدس، لو سيزيام، السبع، لو ستيام، ما إلى ذلك. إذا قلنا الأضعاف سوف ننطقها ضعفان، لو دوبل، ثلاثة أضعاف، لو تريبل، أربعة أضعاف، لو كادريبل، خمسة أضعاف، لو كوانتيبل. إلى هنا أعزائي المشاهدين، سوف يعني نقول لكم وداعا وإلى القادم إن شاء الله. سوف نتطرق في الفيديو القادم إلى الأفعال التي يعني تستعمل بكثرة في اللغة الفرنسية. شكرا أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في الفيديو المقبل. لا تنسوا الإعجاب، لا تنسوا المتابعة، ولا تنسوا المشاركة مع أصدقائكم.